أيها الإخوة الكرام، قلنا إن العرب أخذوا الكتابة عن شعوب شمال الجزيرة، أخذوها كما هي، فكان من عادتهم الاختصار في الكتابة. قلت لكم لا يكتبون ألفين متجاورتين، لا يكتبون واوين متجاورتين، لا يكتبون ياءين متجاورتين إلا نادرا. كثير من الألفات بحذفوها، يعني واضحة، بس أنا من ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب شو بيكتبوها؟ الكتاب، يعني ما بيكتبوا الألف الطويلة. رب العالمين شو بيكتبوها؟ العالمين، الله جل جلاله، لفظ الجلالة بكتبوه بدون ألف طويلة، مع أنه الله شو فيه مكتوب في نطقه ألف، بس شو بيكتبوه؟ ألف لام لام ها، وما في حدا بيقول الله، شو بيقولوا؟ الله. نعم، لكن لما كتبوا المصحف وكتبوا بين يدي رسول الله، كتبوا على الطريقة المعتادة في ذلك الزمان بحذف بعض الحروف وبمواصفات خاصة، انفض المجلس النبوي ولم يعلق عليها الوحي، وبقيت هذه الكتابة موروثا، وأجمعت الأمة على أنه يجب اتباعها ولا يصح مخالفتها، وجعل رسم المصحف ركنا من أركان تلقي القراءة بالقبول. قال إمامنا الجزري: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي. طيب، عندنا المرحلة الأولى، قلنا القطعة النبوية التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا المرحلة الثانية، الصحف البكرية الصديقية المنسوخة من القطعة النبوية. عندنا المرحلة الثالثة، المصاحف العثمانية المنسوخة من الصحف الصديقية البكرية. صار الآن عندي 7 مصاحف موزعة على الأمصار، وسار في نسخ منها مع المدني مكة وكوف وبصر تملأ البصرة، وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها. هذه النسخ 7 اللي وزعها سيدنا عثمان على الأمصار، وأبقى في المدينة نسختين، نسخة باسم المصحف المدني العام ونصحف اسمه ايه؟ المدني الخاص. صار الناس، طلب من الناس أن ينسخوا منها، لأنها مصاحف أمهات، كل مصحف منها مصحف إمام، كل واحد من 7. لذلك بالجزرية نحن بنقرأ: واعرف لمقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام، المصحف الإمام يعني موصوف وصفة. كل مصحف من المصاحف التي أرسلها عثمان إلى مصر من الأنصار هو مصحف إمام. ما معنى إمام؟ من هو الإمام في الصلاة؟ الذي نقتدي به، أليس كذلك؟ إن ركع ركعنا وإن سجد سجدنا. كذلك هذه المصاحف مصاحف أمهات، بمعنى طلب من الناس أن يقتدوا بها. واضح إخواني؟ بتكون تكتبوا مصحف، اكتبوا من هذه. ليه؟ لأنها موثقة. أرسلت لكم مصاحف مكتوبة من الصحف البكرية الصديقية المكتوبة من القطع النبوية، شو بدك أوثق من هيك؟ طيب، صار الآن في عندنا 7 مصاحف في 7 أمصار من بلاد المسلمين، وصار الناس يكتبون منها نسخا لا يحصيها إلا الله عددا. ومع ذلك الله أكرم الأمة الإسلامية بعدد من السادة العلماء بعيدين نظر، قالوا: طيب هذه المصاحف العثمانية اللي الآن موجودة يا أخي، بالدنيا في عوادي الزمن، بالدنيا في حريق، بالدنيا في زلازل، بالدنيا في الأرضة، الأرضة اللي هي الدودة اللي بتأكل الكتب، في دودة بتأكل الكتب اسمها الأرضة، في سرقة، في 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 في، افرض هذه المصاحف بكرة الأصلية يعني العثمانية صار لها شيء، كيف نفعل؟ مع أنه المسلمين شو عملوا؟ نسخوا منها نسخ الله أعلم كم. بهداك الزمان ما لهم هم المسلمين إلا
كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء العلماء ألهمهم الله، وهذا كله داخل بحفظ الله لكتابه وإنا له لحافظون. شو قالوا؟ اسمعوا شو قالوا. قالوا ما في هذه المصاحف العثمانية واحد من اثنين، إما موافق لما اعتاده الناس من الإملاء وإما مخالف. فإن كان من الموافق ما بيخوف، تمام كيف؟ وإن كان من المخالف هذا اللي لازم نضبطه، انتبهنا كيف؟ فمسكوا المصحف باسمي، شايف شلون بيكتبوها الناس؟ ايام بيكتبوها اسم يعني باء الف، فكتبوا انه باسمي هذه بدون الف، الله قالوا انه الله هذه فيها الف منطوقه لكن لا تكتب، الرحمن قالوا بين الميم والنون في الف لكن لا تكتب، الرحيم هذه موافقه لما اعتاده الناس من الاملاء، الحمد الناس شو بيكتبوا؟ الحمد لله لله، ربي ربي، العالمين لا وقفوا، قالوا العالمين الناس بيكتبوها العالمين لكنها في المصحف شو مكتوبه؟ العالمين. فجمعوا الكلمات التي حذفت منها الالفات، والكلمات اللي حذفت منها الواوات، والكلمات اللي حذفت منها الياءات، والكلمات التي كتبت بحرف وتقرأ بآخر مثل الصلاة والزكاة والنجاة والحياة، كتبت بحرف وتقرأ بآخر، وجمعوا المقطوع والموصول. الأصل في الكلام يا شباب أن يكون مقطوع، هل أنت بتقول أن لا، لكن بسبب كثرة المرور وكثرة الاستعمال كانوا يكتبونها على نية الإدغام، ألا كانت أن لا في المصحف الشريف أحيانا مكتوبة أن لا وأحيانا شو مكتوبة؟ ألا. فجمعوا المواضع المفصولة والمواضع الايه؟ الموصولة. هاء التأنيث قلنا اليوم في درسنا السابق أن هاء التأنيث تلحق الأسماء، وأن أغلب العرب يجعلونها وصلا تاء ووقفا ايه؟ هاء، وأن بعض القبائل العربية يبقونها تاء وصلا ووقفا. هلا اهل الرياض هم بيقولوا الصلاة ما هي بالتاء، ما بيقولوا الصلاة، اليس كذلك؟ هذا من بقايا تلك اللهجات، من بقايا تلك اللهجات، انهم كما كانوا قالوا رحمة ونعمة وجنة، ايضا بقيت فيهم في هذه المناطق كلمة الصلاة بالتاء في اخرها، فهذه لهجة. فايضا في المصحف الشريف لو تأملنا نجد بعض الكلمات مكتوبة بالهاء وبعضها مكتوب بإيه؟ بالتاء. فجمعوها وبوبوها، فظهر للوجود شيء اسمه علم رسم المصاحف. شو اسمه؟ علم رسم. ماذا يوجد في علم رسم المصاحف؟ يوجد فيه ما خالف خط المصحف فيه ما اعتاده الناس من الإملاء، من حذف للألفات أو الواوات أو الياءات، أو إبدال حرف بآخر، أو مقطوع موصول، أو ما رسم بالتاء، بحيث لو لا سمح الله ضاعت هذه المصاحف العثمانية السبعة لأمر أو لآخر مع الزمن، مع تقادم الأزمان، نستطيع أن نكتب مثلها تماما بدون أي مشكلة. ليه؟ لأنه عندنا الكتب التي ضبطت لنا ماذا كان في تلك المصاحف.